سيد احمد عزت، ال 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 انت مستمر في هذا في هذه الفكره الرائعه اللي هي اتنين النور ديت، ان انت كل يوم اتنين تعمل الكلام ده. هسالك سؤال شويه يعني ممكن يكون، انت مش شايف ان ده ممكن يعطل العمل؟ الصراحه، لانه احنا خلصنا الشركه كلها، كل واحد بيتكلم عن قيمه، ومن كتر ما الناس ده اصبح بالنسبه لهم زي وقود او زي شيء بيضيف ليهم، قالوا لا عايزين نكمل. فعملنا حركه كده، لخبطنا القيم اللي كانت اتقدمت كلها، وبقينا ندي لكل واحد قيمه حد تاني من اللي اتكلم عنها، ونقول له روح حاول طبقها في خلال اسبوع وتعالى احكي لنا ايه اللي حصل. فبدأ كل انسان مش بس استفاد بالقيمه اللي اكتشفها عن نفسه، ده بدأ يجرب حاجات هو ممكن يكون عمره ما كان متخيل ان هي موجوده فيه ويكتشفها، فيطبقها في حياته الشخصيه ويطبقها في حياته المهنيه. فبصراحه هو مستفيد كشخص، واحنا كشركه مستفيدين ان الناس كلها مستواها بيتحسن. يعني احنا ما وصلناش بس ان احنا، وكأن المسأله لما اتفتحت القلوب فشافت حضرة المحبوب سبحانه وتعالى، فشافت الدنيا واسعة فحبت ان هي تستمر وهي تكمل، صحيح كده؟ صحيح يا دكتور. طيب هل من الممكن ان احنا في يوم من الايام نطلع كتاب يحكي التجربة القيمية دي؟ يعني بدأنا نرصد القيم اللي كل واحد قدمها في ثلاث نقاط ونخليها عندنا. يعني فكره حضرتك طبعا ممتازه بصراحه، احنا كنا قلنا ايه يعني زي ما نكون مش عايزين ننسى ان احنا عملنا الموضوع ده، ويبقى في اخر كل سنه في كتيب صغير لكل واحد يشوف الاضافه اللي هو ضافها لنفسه ولكل الناس اللي حواليه. ولكن التجربه كانت واللي خارج منها ده كمان فكرة أوسع، يعني ممكن إن شاء الله تكون حاجة مفيدة فعلا.